أهالي محافظة بابل لا ينامون ليلاً ولا نهاراً، لا يملون ولا يتعبون، فأحلامهم نمت وباتت أكبر من أن يسرقها منهم نوم أو تعب. أما بخصوص أنه إحنا راح نبطل وما نطلع، ما أعتقد هذا الموضوع، لأنه هذا جمهور نايم بالشارع، درجة الحرارة 6 و5 والبرد قارص، وهو نايم بنص الشارع لأنه دا يطالب بحقه. كغيرهم من الثائرين في الساحات والشوارع على مدى العراق الذي يحبون، هم أهل محافظة بابل الأكبر اليوم هو إسقاط النظام الفاسد وإزالته من جذوره، ومن أجل ذلك هم صابرون ثابتون في أماكنهم التي باتت رموزاً لطلب الحرية، بالرغم من القمع الحكومي الذي تزداد حدته يوماً بعد يوم. أهدافنا واضحة، وهي تغيير العملية السياسية، تغيير شامل كامل. ما بني على باطل فهو باطل، الاحتلال باطل، وما ترتب على الاحتلال فهو باطل، من عملية سياسية شاملة إلى دستور يكتب في زمن الاحتلال فهو باطل. إسقاط النظام غدا المطلب الوحيد للمتظاهرين الثائرين في بابل، كما هو الحال في بقية المحافظات العراقية، ففي تحقيقه الترياق الذي سينتزع العراق من طغمة فاسدة حكمته لسنين طويلة. نطالب بإسقاط النظام لأن شرع أساسي أو هدف أساسي لتحقيق المطلب الأول، وهو الذي قد يتيح إلى بقية الإصلاحات، إلى تغيير الدستور وتغيير نظام البرلماني وتغيير مجالس المحافظات، كل ذلك نبغي إليه من خلال الاستمرارية بهذه المطالب. ويؤكد أهالي بابل أن شعلة ثورتهم ستبقى متقدة ولن تخمد حتى تتحقق مطالبهم التي ينشدونها. واليوم كل الشعب العراقي، كل الطوائف القوميات طلعوا وطالبون بحقهم. ثورة تشرين لن تنخمد ولن تفنى ولن تتراجع، لأن انطينا شهداء وانطينا دم. وإلى أن تتحقق أمانيهم التي مشوا في طريق ثورتهم من أجلها، يبقى الإيمان بقدرة الأيادي والأصوات المتحدة على التغيير الرهان الوحيد الذي يراهن عليه هؤلاء المنتفضون.